وكنت بتكلم انا وكريم في الانترو بنتكلم عن تاريخ المواجهات ما بينهم منذ طبعا يعني تغيير الاسم لبيراميدز، بتكلم في 13 مواجهه الاهلي فائز فيها تقريبا في 6 تعادل في 4، يعني الكفه اكيد ارجح للنادي الاهلي، ولكن اللي بيقدمه برضو بيراميدز تحديدا هذا الموسم رائع جدا، لان هو اول مره يوصل للدرجه يعني اللي هو رقم 2 في ترتيب الدوري، وده برضو تطوير في صح. اللي ده عندهم ويحسب ليهم. وفي نفس الوقت برضو كنا بنقول نقطه، احنا كنادي اهلي احنا عايزين نلاقي فيه تنافسيه بالظبط وفيه طبعا قوه في بالظبط بالظبط الدوري، انا مش هفرح كل مره بكسب وبكسب بسهوله، انا عايز اكسب بصعوبه بتنافسيه وغيره، ده يسعدنا كجماهير اكتر. فده متحقق تحديدا مع بيراميدز، وانديه طبعا كتيره، بس بتشوف برضو اللي جاي بقى والمباراه ان شاء الله سيرها عامل ازاي، وهل المفروض نقلق ولا الدنيا برضو فيها طمانينه، خصوصا انت بتتكلم انت ماشي يعني موسم بجد استثنائي للنادي الاهلي دي تحت حقيقة. قياده رجل فعلا فعلا محترف مارسيل كولر. انا قلت الكلام ده من الاول وهنكرره دلوقتي. يعني كلامك اخد منه حاجات كتير جدا. مبدئيا احنا النادي الاهلي كنا بناخد الدوري بعد ما الجدول اتحط بنص ساعه، وانا بتكلم بجد، فكنا لازم نخسر مره ولا مرتين علشان نعرف نحس نفرح يعني عشان العيد، وانا جاي النهارده لابستكم احمر عشان احتفل بس بان احنا ايوه ايه يعني. لكن في العادي لو هاخد الحاجات الدوري دي كل سنه بتتنزل يا والله كابتن العظيم اسلام، ما اعرف فين احتفل، المتعة؟ والله العظيم لو قعدت كل سنه اخد الدوري انا فعلا مش عارف احتفل. ففكره انه يروح ويجي ده كويس مش وحش يعني. فعشان نقدر النهارده يعني نقول مبروك واحنا بقالنا شويه ما خدناش الدوري سنه ولا سنتين يعني. لكن في النهايه النادي الاهلي، انت قلت حاجه، مهمه جدا ودايما بنقولها في كل المرات اللي بنقعد فيها مع بعض، انه احنا بنشوف كل الانديه اخواتنا الصغيرين، لانه النادي الاهلي لا يقارن الا بنفسه ويقارن بالانديه العالميه. فبالتالي ما عندناش يعني حقد او اي نظره مختلفه، ده بالعكس. حتى اقولهم الزمالك، الزمالك مش المنافس الاقوى بتاعنا، طبعا اقولهم نادي الزمالك نتمنى انه يبقى كويس، بيراميدز نتمنى يبقى كويس، اكيد كل طبعا الانديه اكيد كل المؤسسات في مصر نتمنى ان هي تبقى كويسه، لان في النهايه انا ما بقدرش، ما حدش هيعرف ينافسني في مصر، خد بالك. فاحنا شايفين كل المؤسسات يعني اخواتنا صغيرين وناس بتنجح وسعداء جدا بنجاحهم، ويهمنا جدا ان هم ينجحوا. وتجربه بيراميدز بالاخص لما اتعملت، وكنت لسه بتكلم انا فاكر مع كابتن وليد صلاح الدين اول ما اتعملت التجربه دي، وكنا بنتكلم على شكل التجربه، قلت له يا كابتن وليد لو التجربه دي اتعملت علشان تبقى تجربه استثماريه في مصر وفعلا تنجح، ويحاولوا ان هم ينافسوا على البطولات ويحاولوا ان هم يلعبوا على المركز من الثاني للرابع ودخلوا اموال مصر بشكل مختلف، هيبقوا اضافه قويه جدا. لكن لو اهداف ثانيه اللي كنا بنسمعها زمان دي، انا داخل ابقى زاحم النادي الاهلي، مش هتعرف تزاحم النادي الاهلي ولا انت ولا غيرك، بكامل الاحترام لكل المؤسسات، لكن مش هتعرف، انت كده كده بعيد جدا. وزي ما برضه ما بنقول دايما، كل واحد لما يتحط في برواز هيعرف يشتغل وهيشتغل كويس. بيراميدز لما كنت بقعد مع حد من المسؤولين يعني اصدقائنا، فكنت بقول لهم انتوا ماشيين بشكل كويس جدا، انتوا ماشيين بشكل رائع، هو انت متخيل انك تقدر تيجي تاخد دوري من النادي الاهلي؟ مستحيل، انسى القصه دي، مستحيل، مفيش جماهيريه وتاريخ، صعب جدا. انما انت بتشتغل من الثاني للرابع، المراكز دي جيده جدا.